الجماهير المصرية والجزائرية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدفي بغداد بونجاح ورياض محرز في كولومبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وزي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ اي فيديو ما تنسوش الصلاة على النبي. في البداية انا ما بحبش اطلبها، ولكن لازم وضروري ضروري جدا كل اخ وكل اخت بيتفرجوا عليا ينزلوا دلوقتي يعملوا لايك للفيديو ويعملوا تعليق على الفيديو. الموضوع ده مهم جدا يا جماعة، لازم اليوتيوب ينشر الفيديو وكل الناس تشوف عظمة الجمهور الجزائري وكل الناس تشوف عظمة المنتخب الجزائري. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ما شاء الله. الجمهور الجزائري النهاردة بيحضر المباراة بكثافة وبيآزر بقوة وحماس وكأن المباراة في الجزائر. والله كأن المباراة في الجزائر. جمهور عظيم، تعظيم سلام للجمهور الجزائري النهاردة، تعظيم سلام للمنتخب الجزائري النهاردة، تعظيم سلام لجمال بالماضي وكل فرد في منتخب الجزائر. شايفين التشجيع؟ شايفين تشجيع جمهور الجزائر اللي يحرك الحجر؟ ده يخلي اللي ما بيعرفش يلعب يلعب. كلكم تعلموا التشجيع من الجمهور الجزائري يا راجل. ده لو فرنسا اللي بتلعب في فرنسا كده مش هتلاقي الجمال والتشجيع والعظمة دي كلها. وعشان ما اطولش عليكم تعالوا بينا نشوف بعض تعليقات وردود افعال الجماهير المصرية والجماهير الجزائرية على السوشيال ميديا. اول تعليق معانا بيقول: محرز يا عالمي، فخر افريقيا ولا مش فخر افريقيا يا متعلمين يا بتوع المدارس. وتاني تعليق بيقول: اقسم بالله جمهورنا عالمي. وده تعليق من مشجع مصري بجد، برافو عليه، انا بسقف لك مشجع مصري محترم. ياريت كل الناس بالعقلية بتاعتك، ياريت كل الناس بتفهم زي ما انت بتفهم. المشجع المصري بيقول: جول تاني عالمي، حروز الجزائر ما شاء الله عليهم، الله اكبر عليهم، كأس العالم ينتظركم يا ابطال افريقيا. شايفين الناس اللي بتفهم؟ شايفين الناس اللي تفتح النفس؟ ياريت كل الناس بتفكر زيك يا ابني والله. وده تعليق تاني من مشجع مصري برضه، تعالوا بينا نشوف بيقول ايه. ياه 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 يا رياض، هدف عظيم من اعظم وافضل لاعب عربي. يا ريت كل الجماهير المصريه كده، يا ريت كل الجماهير العربيه كده. لازم نعرف الناس كلها ان احنا اخوه، ان احنا ايد واحده. واخيرا بقى احلى واجمل تعليق بالنسبه لي من اخت جزائريه كتبته النهارده: في عز الفرحه بهدف بغداد بونجاح، وفي عز الفرحه بهدف رياض محرز، وفي عز الفرحه بالاداء العالمي للمنتخب الجزائري اليوم، بعد الهدف علقت وقالت: فلسطين 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 الشهداء فلسطين. الشعب الجزائري مهما يفرح ومهما يزعل قضيته الاولى فلسطين. كل التحية لفلسطين، كل التحية للشعب الجزائري، كل التحية للمنتخب الجزائري، كل التحية لكل واحد حر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله ممكن اطلع بس مباشر بعد الفيديو ده، وممكن اعمل فيديو تاني. انتظروني ومحدش ينام علشان السهرة صباح النهاردة. سلام.